ليلة احتفالية بتتوج. This ceremony symbolizes, crystallizes. بتتوج أنشطة كتيرة قامت بيها محافظة القاهرة للاحتفال بهذه الذكرى العزيزة عليها. This ceremony symbolizes and comes at the end of many projects and many activities has been carried out by Cairo Governorate to celebrate these special two occasions. وأنتجنا فيلم عن القاهرة الحدوية إن شاء الله هتشوفوه دلوقتي، وطبعاً كان لنا الشرف إن الإذاعي الكبير جمال الشاعر كان نظم لنا هذا الفيلم مع الحقيقة ستاف متميز من القناة الثقافية. وإن شاء الله هتسمعوا صوته وهو بيعلق على الفيلم بإذن الله. مع تدشين العملة التذكارية التي The commemorative coin made specially for this occasion. تخليدا لهذه المناسبة. نتائج مسابقة التصوير الفوتوغرافي داخل نطاق حدود القاهرة الخديوية أعلنتها محافظة القاهرة لربط المواطن القاهري بمنطقة القاهرة الخديوية ولتعريفه بتراث المنطقة العريقة. الآن إعلان أسماء الفائزين. Now announcing the winners, the awards given to the winners. بعد أن اجتمعت اللجنة استقرت اللجنة على إعلان الأسماء التالية. تم استبعاد بعض المشاركات لكونها خارج نطاق حدود القاهرة الخديوية أو لعدم مطابقتها للشروط المسابقة. تم حجب الجائزة الأولى بينما كان المتسابق الفائز بالجائزة الثانية هو طارق محمد حسن. أستاذ طارق محمد حسن الفائز بالجائزة الثانية وقيمتها 10,000 جنيه مقدمة من محافظة القاهرة وشهادة تقدير مقدمة من السيد المحافظ. Winner number two. Winner number two. طارق. He won 10,000 grand. تتفضل تتسلم الجائزة السيد المحافظ. The third winner is Nader Hassan Mustafa.